أهلا وسهلا. حلقة اليوم عن الجديد في الدكتاتورية والدكتاتوريات وكيف تتم السيطرة على العقول. في الأصل كاين كتب كتشرح وكتبين الوضعية الحالية اللي كنعيشوها وتسلط الضوء على بلايص ومناطق مظلمة في حياتنا وكيف يتم استغلالنا دون أن ندري ودون بلا ما نعرفه. كتاب ديكتاتورية المستنيرين للباحثة والمؤرخة الروسية أولغا تشيت فيركوفا من ترجمة الأردني باسم الزغبي، كيشرح لنا بشكل كبير أشنو هو نظام الدكتاتورية. عرف التاريخ العالمي بزاف ديال الأنواع من الدكتاتوريات ومن الدكتاتورية، وكلها تتعلق بأنظمة الحكم السياسي، سواء كانت هذه الأنظمة ملكية أو جمهورية حكم الفرد أو جماعية حكم العسكر أو الدكتاتورية الحربية أو الطبقية كما هو الحكم في حكم البروليتاريا أو الطبقة العمالية. وغادي يطرح المؤرخة سؤال كبير، كيفاش المستنيرون اللي خاصهم يلعبوا دور تنويري مناقض لمفهوم الدكتاتورية يكونوا أكثر دكتاتورية من العسكر؟ والسؤال الثاني، كيفاش تكون دكتاتورية في العلم والمعرفة والفكر؟ يقدم هذا الكتاب أجوبة متعددة الأوجه والأشكال عن خطورة ممارسة الدكتاتورية في العلم والفكر والمعرفة، وتعطي الكاتبة مثالا واضحا عن أصحاب البرامج والبرمجيات للمهمة ديالهم تتلخص في السيطرة على عقول البشر والوجدان ديالهم والأموال ديالهم لغايات سياسية وفكرية واقتصادية عن بعد وما كيشوفهم حتى واحد، عبر ابتكار وسائل واختراع وسائل وأدوات لتحقيق هذه الغاية. من بين هذه الأدوات والوسائل الأقمار الصناعية والهواتف الذكية والشاشات التلفزيونية. وبحسب الكاتبة حولت هذه الجماعات اللي ما كتبانش ومخبية وراء هذه البرامج الإلكترونية الفكر والعلم إلى أيديولوجيا، وهي لا تخفي أنها بصدد بناء ديد جديد يؤمن بالتكنولوجيا لسيطرتها على الأفكار على الأفراد والجماعات باش تنتصر على الأديان القديمة. وهذه الجماعات الفكرية نشأت في أحضان الرأسمالية وتعمل لصالحها للقضاء على الإيديولوجيات السابقة الاشتراكية والنازية، وتخوض الآن حربا مستترة ويعني فيها الكثير من الضرب تحت الحزام مع الإيديولوجيات الدينية خاصة المسيحية والإسلامية. كتاب دكتاتورية المستنيرين كتاب جدير بالقراءة، يعطينا في نهاية المطاف فكرة أش من دكتاتورية كنعيشو وأشنو هي الأساليب ديالها وكيفاش ناخدو مسافة بيننا وبينها. حتى هنا نأتي على نهاية حلقتنا، لا تنسوا دعمنا في القناة ودمتم في رعاية الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.